السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أغلى وأرقى متابعين. معانا خبر النهاردة بيقول: التفاصيل الكاملة لجريمة قتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها. أخذ عينة الدماء من الطالبة المتهم بقتل زميلته لإجراء تعاطي للمخدرات. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. كشفت مصادر أمنية أنه تم أخذ عينة من دماء الطالب المتهم بقتل زميلته أمام بوابة توشكا أمام جامعة المنصورة لإجراء تحليل تعاطي المخدرات. استشير التحريات إلى أن المتهم يتعاطى مخدر الاستروكس، وسبق أن افتعل مع المجني عليها عدة مشاكل من قبل في الجامعة، ما سبب لها مشكلات في محل إقامتها التابع لقسم شرطة المحلة أول بمدينة المحلة الكبرى. وأضافت المصادر أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للطالب المتهم في مستشفى المنصورة العام، ثم نقله لقسم شرطة أول المنصورة تحت التحفظ لاستجوابه، وذلك بعد إمساك المارة به والاعتداء عليه بعد ذبحه المجني عليها، إذ أصيب بكدمات وجروح وكسر في ضلوع القفص الصدري. وأوضحت المصادر أن فريقاً أمنياً بقيادة اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدأهلية يتولى التحقيق مع المتهم، الذي أكد أن المجني عليها هي من دفعته لقتلها بعد إهانتها المتكررة له، مشيرة إلى أن المتهم اعترف أنه اعتاد حمل سكين معه، إذ حصل عليه أثناء خروجه من منزل أسرته صباح اليوم. ووفقاً للتحريات، فقد سبق أن افتعل المتهم مشاكل مع المجني عليها بنفس الطريقة ويتعقبها في كليتها، رغم أنه لا يدرس بنفس الكلية ولا بنفس الفرقة، كما سبق أن أعرب لها عن حبه مرات عديدة، لدرجة أنه كتب منشورات على صفحته لها وتسبب في مشاكل للفتاة في منطقتها. وتم عقد جلسة عرفية وإجبار المتهم على حذف منشوراته. وحسب ما كشفته التحريات، فقد ركب المتهم سيارة مع الفتاة التي كانت في طريقها لأداء الامتحان، رغم أنه لا يوجد لديه امتحان في نفس اليوم، وافتعل مشكلة في الأتوبيس لرغبته في الجلوس بجوارها لكنها رفضت وأهانته. وأشارت التحريات أنها أهانته مرة أخرى عندما أصرت على دفع الأجرة وأحرجته ورفضت قيامه بدفع الأجرة لها، وتدخل عدد من الركاب وقاموا بإهانته وأجبروه بالابتعاد عنها. وفور توقف الأتوبيس نزلت المجني عليها جريا لتدخل الجامعة هربا منه، إذ هددها بالذبح بإشارة من يده قبل النزول، ثم لحق بها وسدد لها طعنتين في صدرها، ثم نحرها من الوريد إلى الوريد بقطع ذبح بآلة حادة بطول 12 سنتي في الرقبة مستوية الحواف وعمق 3 سنتي، كما أصابها بجروح طعنية في الصدر اخترقت إحداها الشريان التاجي. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايما بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.